مساء الهلو على أفخم مشاهدين مشاهدي قناة المحور. بلشنا حلقة جديدة من برنامجكم هو وهن. يعني أنا صراحة هيك بحلقة اليوم شوي زعلانة. أنا واحدة من الناس اللي بحب كتير فصل الصيف، وللأسف عم نقول له باي باي لفصل الصيف. بس رح أحكي هاي هاي لزملاتي الحلوين عمر ونرمي. مساء الهلو والأورنج والجرين كمان. ازيك يا رندو؟ ازيكوا يا أحلى ناس في العالم. أنا عمر حلمي، والنهاردة مبتهج قوي كده بالزيادة. ده كله طبعا فيك وكذب، لأن احنا بنمر بفتره صعبه وهي الاكتئاب الموسمي. هنتكلم اكتر عنه وعن الهرمونات اللي بتتحكم في الشعور بالحاجات دي كلها مع مختصين. بس معانا مع المختصين فعلا، مع مختصين فعلا الاستاذه نرمين. اهلا اهلا يا استاذ عمرو، اهلا بحضرتك. انت واخده بالك ان دايما مش بتاخدي المجاملات بتاعتي؟ بقول لك اهلا اهلا. بكسف بأحرج عسل والله. خليني امسي على كل الناس اللي بتشوفنا النهارده. يوم جديد وقعده جديده من قعداتنا هو وهن على شاشة قناة المحور. وزي ما رندا قالت الحقيقة، يعني أنا كائن صيفي، وأنا بعترف إن أنا كائن صيفي. أنا بكره الشتاء، ما بحبوش، بحس إن فعلا فصل الشتاء ده كآبة اكتئاب وما تفهموش. أنا بقعد أعيط ليه؟ والله ما أعرف، وحياة ربنا ما أعرف، أقعد أعيط وما أعرفش ليه. يعني حتى بعد ما غيرتي القصة دي برضه؟ لا بعيط عبلة كامل برضه لسه في نفسي كآبة. ويعني لا أنا في الصيف، طب والله العظيم أول ما بيدخل، يعني بحس إن إحنا في شهر 3 كده اللي هو يبدأ فصل الربيع، ببقى مبسوطة. حتى لو عندي مشاكل ببقى كده لا سعيدة يعني. أنا عكسك تماما، أنا بحب جدا فصل الصيف لأنه دفى وبنطلونات دافية ونومة حلوة. الشتاء انت حكيت صيف. انت قلت بجد؟ لا انا بحب الشتاء. انا بكره الصيف لانه انا كمان عندي مرض مناعي بيسبب لي حساسيه في جسمي من الشمس والحراره. طيب فاكيد بكره شوي. الصيف لا ده مش معدي، ده مرض مناعي مش جلدي. دي فرق كبير صراحه. ما في احلى من الصيف. الصيف كيف يا جماعه، يعني عن جد السهرات الحلوه، الطلعات، الروحات. أيوة. الجيات. انا فعلا زي نرمين، انا بكتئب، انا ما بقعدش اصوت زيها. وحياه ابني ما وحياه ربنا وحياه انا عن جد بتضايق. وما بحب لبس الشتاء مع انه شيك، بموت فيه، بس انا بتعبني كتافي لانه بلبس مليون طبقه عشان ادفى. ايوه وما بحبه، ما بحبه يا اخي. انا ما بحبه، لا انا بحبه لانه بيخبي الكرش. انت اصلا كده مش بتحبيني، ما تمثليش على الناس. ايه هنبدا الخناق؟ لسه بنقول يا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اهدوا. طيب خلينا نقول على الفيسبوك كمان وعلى السوشيال ميديا بنلاقي خناقات بقى دايما. محبين فصل الصيف. صح، انا دايما بشتم اللي بيحبوا فصل الصيف لان انا بتعذب وباخد حقن كورتيزون وبتعالج. طب ما احنا بنتعذب في الشتاء برضو. ايوه بس انا بتعذب مرضي يعني. انا أيوة الصيف بيبهدلني. احنا بصير معانا انفلونزا وبترتفع حرارتنا. أيوة. وبنتخن في الشتاء. انا احنا ايه، انا باخد معاكم الاثنين، يعني باخد مساوئ ده ومساوئ ده بقى اللي مش بتجيب. طيب بتحب على الله. في الشتاء بقى يعني الشتاء الجو برد ولابس ثقيل وقاعد حلوه قوي. ما تنكريش ان احلى نومه في العالم هي نومه الشتاء، بعد كوبايه شوكليت وبعد مكرونه حراقه وبعد فراخ بانيه مقليه سخنه، وبعد ما تتخن بقى 60 ألف. لو متجوزه كده ومثلا مخلفه تاخدوا بعضيكم بالحضن كده كاسره، او لو عايشين مع اهلكم. هي دي انا عايزه اقول لك، انا باخد ابني دايما في حضني دي بجد في الشتاء. احب انام جنب ابني قوي. لهلا برضى ابنك ينام جنبك؟ لا اقعد اقول له ايه تعالى، بس طبعا مش كل يوم، بس هو يوم كده ايه يوسف تعالى يعني نتدفى كده مع بعض، فنشغل الدفايه انا بناتي بترجعهم انه ماما تبع عبوط قوي، يعني اعطوني عبطه حضن. ماما يعني شوي بدهم يقولوا لي حلي عني يعني. بس لا انا فعليا ما بحبه. عن جد بصير عند الواحد اكتئاب. انا في وقت من الاوقات بكون زعلانه، مو عارفه ليه زعلانه. بس عارفه يا رند، هو مش اكتئاب، لان احنا كنا بنتكلم مع دكتور قبل كده وقال ان هو ما بيبقاش اكتئاب، هو بيبقى لخبطه في المشاعر والهرمونات فبتؤدي لده. طبعا احنا هنتكلم بالتفصيل عن الموضوع ده في الحلقه اكتر. بس هو الفكره في حاجه، ان احنا مش بنكتئب طول الشتاء، احنا بنكتئب بس في تغيير الفصول، وقت القلبه، وقت القلبه بين الفصول، بين الصيف والخريف، بين الصيف والخريف وبين الخريف والشتاء. هي دي بس اللي بتقلب لنا مودنا. وكمان احنا بنشم ريحه المدارس، بيقولوا عليها ريحه المدارس، عكننه الشارع دي في شهر 9. أيوة. من بدايه
التسعة كده تحس هو ايه ده، وبعدين ايه تلاقوا بقى المصايف بتقفل والساحل الشمالي بيقفل والحاجات الحلوه بتقفل، ايه ده في ايه دراسه ودرس الاولاد وي لا 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 ما بدي هلا بكتب اقعد بعيط على الهواء يعني لا انا احلى حاجه بالنسبه لي كشخص عازب ما عندوش ولاد، فان انا الف في الشارع بالليل ما بقاش في حد خالص، افضل الاولاد كلهم نايمين عشان المدارس. طيب الصبح بقى، طب احكي لي وانت جاي النهارده عامل الطريق، شفت بتحب بقى اتاخرت جدا النهارده بسبب الزحمه، ان كنت عامل حساب ان في مدارس بالظبط لان ده ثاني يوم مدرسه او ثالث يوم. طيب اكتر سوري قطعتك، قول شو اكتر اكله بتحب تشربوها بالشتاء؟ شوربه عدس. وانا كمان اي لاف يو. شوربه عدس بقى وكيوبس كده اللي هي العيش المحمص ومع طشه طبعا طشه على شوربه العدس وشعريه. طب ما ندخل في الشتاء شويه. لا ده انا هعمل لكم شوربه عدس مش النهارده بس، لا بس هعمل لكم قريب جدا. اعمل ليها مع قرع. لا قرع لا ايوه انا بعملها مع قرع مشوي. ايه ده ذاك كتير شوربه عدس بالقرع المشوي والخضار بالقرع ولا قرع لوحده؟ قرع عسل. لا هو معايا ايه ده دي جديده دي متشوح ومعايا قرع عسل مشوي وجزر مشوي وبصل مشوي. طب سؤال نجربها مثلا موضوع الاكل عشان ببلش ريقي يجري زي ما بيقولوا. لا على سيره الاكل بالليل كنت بقول لك وانا بلف في الشارع في كده عربيات حمص الشام على النيل طبعا دي احلى حاجه في الشتاء لازم اخدها انا عمري ما جربتها. يلا تعالي اخدك كزدوره كده استنى اما الشتاء يدخل شويه بس واخدك فلوكه ماشي انا موافقه بس خليني اسال او احكي لكم شغله. بتخافوا من صوت البرق والرعد؟ بالعكس بنام عليه. ايه علينا انت مالك يا حبيبي مالك انت انسان ايه سيدي ومالك؟ انا بحبه جدا. انا لما كنت عايش في ايطاليا كان في برق ورعد ومطر وحاجات كده ده بيهدي لي اعصابي جدا. في دعاء للبرق والبرق والمطر عن جد يعني انا ما بعرف انت عكس الدنيا رايحه هيك هو رايح. لا لا انا ما بسمع الصوت ده انا والله العظيم ما بخاف. انا طب اقول لك حاجه انا ممكن اعيط بجد. ازاي ده في اصوات وفيديوهات مديتيشن الشتاء البتاع بس مش الشتاء والمطر والبتاع والجو ده بيرخي الاعصاب جدا. ده جميل بقولوا لك بس الشتاء رومانتك ومش رومانتك. ايوه فيري رومانتك ولا شيء اللي بده يحبني بالشتاء ما يحبنيش يحبوني بالصيف بقى ولا باي فصل ثاني لا انا لما كنت عايش في ايطاليا صراحه كنت بالنسبه لي هو ده الايديال بقى هو ده المثالي لان ايطاليا مش بارده قوي ومش حر قوي. طب ارجع ايطاليا بقى ارجع ايطاليا بقى والله انا بيقولوا لي انت دب قطبي يعني كل الناس اللي يعرفوني بيقولوا لي انت دب قطبي لازم نحطك في ثلاجه. انت عارفه يعني مثلا ما بروحش اماكن سهر مفتوحه لازم تكييف بس صوت التلج اماكن الصبح ما فيهاش ما بدايه صوت التلج ده بيقشعر لي جسمي. ايوه صوت التلج حضرني جايبه لك تلج هيك عامل مطرعه ايطاليا ونعمل هي وهي ما انا ميديترينيان انا من بلاد البحر الابيض المتوسط فما احبش اللي هم بتوع التلج دول اللي فوق كندا والحاجات لا مش تبعي. انت بالنص طيب ماشي. طيب يعني عموما خلينا نقول ان يعني في ناس محبين لفصل الصيف وفي ناس محبين لفصل الشتاء واحنا النهارده من خلال حلقتنا برضو يعني هيكون ضيوفنا هنتكلم من ناحيه العضويه ومن ناحيه النفسيه ان احنا ازاي هيبقى عندنا كلنا بنتعرض في فصل الصيف لامراض واعتقد ان انت تعرضت احنا لسه بنقول يا هادي انا جاي لكم لسه يا هادي هو يعني كان من يومين برضو جسمه وجعه وعنده برد. تابع بقى الفقره عشان الدكتور اللي معانا يقول لنا نتعامل ازاي او نتفادى الامراض دي ازاي. صح بس مش امراض البرد اللي هو اضطرابات النفسيه اللي تخص تغيير الاضطراب العاطفي الموسمي اسمه تحديدا لانه عن جد يعني وبرضه الثاني برضه جد رح يكون شيء نفسي رح يكون شيء جسدي زي ما حكت مروه. فعليا هذا القلبه تبعت بين الفصول جدا جدا بالنسبه لي صعبه واظن صعبه على الجميع طب. حتى لك يا عمور مع انك انت عم بتقاوم 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 بس حتى لك كانت صعبه يعني واضح عليك اول واحد فينا قصه مرضك. على ايه مش فاهم السؤال مش فاهم عارفه في عبده لما كانت بتقول ساعه رمل مين مش فاهمه الجمله خالص اسكوزمي بتقولي ايه وما بقولش حاجه طلع نفاس اطلع فاصل.